بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في باب معرفة الإمام والرد إليه من كتاب الكافي الشريف الحديث السادس من احاديث هذا الباب يرويه الكليني رضوان الله تعالى عليه باسناده عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام الامام الصادق يقول في حديث طويل انكم لا تكونون صالحين حتى تعرفوا ولا تعرفوا حتى تصدقوا ولا تصدقوا حتى تسلموا ابوابا اربعه لا يصلح اولها الا باخرها ظل اصحاب الثلاثه وتاهوا تيها بعيدا الامام في هذا الحديث يبدا بمقدمه الى ان ينتهي الى وجوب طاعه الائمه عليهم الصلاه والسلام والرد اليهم واما المقدمه فهي ان هناك امورا اربعه الإنسان إذا أراد الفوز والفلاح، يجب أن يتمسك بهذه الأربعة، وكل واحد منها باب للآخر. الباب الأول أن يسلم الإنسان أمره إلى الله وإلى رسوله وإلى الأئمة. عليه وعليهم الصلاة والسلام. من الاول الانسان يكون مسلما. إذا سلم امره اليهم ينتقل إلى المرحلة الثانية. وهي تصديقهم. أنت مسلم فإذا سلمت إذا قال الله سبحانه وتعالى شيئا تصدقه. اذا قال الرسول شيئا تصدقه اذا قال الائمه عليهم الصلاه والسلام شيئا تصدقه فاذا صدقتهم تنتقل الى المرحله الثالثه وهي مرحله المعرفه لانهم يبينون الحقائق فانت تعرف هذه الحقائق سواء ما يتعلق بالعقائد او بالاحكام الشرعيه فاذا الانسان وصل الى مرحله المعرفه ينتقل الى المرحله الاخيره وهي انه يكون صالحا هذا الانسان يصير صالح فاذا اجتمعت هذه الاربعه التسليم والتصديق والمعرفة والصلاح. الله سبحانه وتعالى يتقبل أعمال هذا الإنسان، وقد وعده بالجنة. هاي خلاصة المقدمة. وأما التفصيل في بيان هذه المقدمة. إن الإنسان الله سبحانه وتعالى حباه بفطرة، وبعقل، وبعلم. الفطرة موجودة في كل أحد، ركبها الله سبحانه وتعالى في الإنسان في عالم الذر، يعني قبل أن نأتي إلى هذه الدنيا، الله سبحانه وتعالى ركب الفطرة في الإنسان، فلذلك كل إنسان بفطرته يعلم بأن له خالقًا، وأيضًا يعرف الخير من الشر في الجملة، يعلم أن الظلم يدرك أن الظلم قبيح، أن العدل حسن هذه الفطره تسوق الانسان الى معرفه الله سبحانه وتعالى والى الاجتناب عن القبائح والى فعل الاعمال الحسنه وايضا ركب في الانسان العقل هسة أكو كلام بين العلماء أن الفطرة هي مرتبة من مراتب العقل أو أن الفطرة شيء آخر، وعلى كل حال العقل وسيلة وأداة لمعرفة المضار عن المنافع، فيدعو العقل الإنسان إلى جلب المنافع ودفع المضار. وايضا اعطى للانسان وسائل العلم الانسان عندما يولد يولد وهو جاهل جهلا مطلقا والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا لكن حبى الانسان بوسائل العلم لكي يتعلم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الطفل عندما يولد لا يعلم شيئا، لكنه يسمع كلام أبويه بالتدريج يتعلم، يرى الأشياء بالتدريج يتعلم، وجعل له قلبا يدرك يعني هذه الأشياء التي الإنسان يراها ويسمعها السمع والبصر أداة تنقل هذه المعلومات الى قلبه والقلب بالتدريج يحلل هذه الامور فتتحول الى علم العلم الى الطرق اذا واحد عن الطريق راح يصل الى المعلوم لكن اذا لم يذهب عن طريقه ما لا يصل إلى المعلوم يعني الآن واحد يريد يصير عالم بالطب إلى طريق مثلا في العصر الحاضر يبدأ بالدراسة في المدرسة من الصف الأول الابتدائي يتعلم القراءة الكتابة يتدرج إلى أن يصل إلى مرحلة مثلا الجامعة تخصص في علم الطب يدرس سنوات إلى أن يتخرج طبيبا وأيضا يحتاج لسنوات أخرى لينضج أكثر وليحصل خبرة أكثر زين يعني إذا واحد يريد يحصل الطب لكن راح درس في كلية الهندسة هذا ما راح يص يوصل إلى الطب هذا راح يوصل إلى شيء آخر أو لا بدال ما يروح يدخل كلية الطب راح ينفذ واحد مشعوذ مثلا او ساحر اللي يدعي انه يتمكن من علاج الامراض مثلا هذا الانسان ما راح يتعلم لا لقصور فيه عند عين وعند اذن وعند عقل وعند حافظه وانما لانه ضل الطريق طريق تعلم الطب ليس الذهاب عند المشحوذين والسحرة الطريق واضح إذا أنت تريد تسافر إلى الشمال مثلا فبدل أن تذهب إلى الشمال ركبت سيارة متطورة آخر موديل والطريق إلى الجنوب أيضا طريق سالك أوتوسترات مثلا وأنت سائق ماهر، السيارة آخر موديل، الطريق طريق سالك أفضل الطرق وسائق ماهر، بس بدال ما يروح للشمال بدأ يذهب إلى الجنوب، هو ديسير دي لكن كلما سار أكثر ابتعد عن هدفه أكثر، لا لخلل في سياقته أو في سيارته أو في شيء آخر وإنما الخلل الأساسي أنه ظل الطريق بدل ما يروح للشمال راح للجنوب مثلا بالنسبة إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة الدين الحق الله سبحانه وتعالى جعل طريقا إذا الإنسان سلك في هذا الطريق يوصل إلى النتيجة إذا لم يسلك في هذا الطريق ما راح يوصل إلى نتيجة حتى لو يكون أكبر العباقرة يكون أكثر الناس مثلا ثقافة إذا ما سلكت الطريق الصحيح ما توصل للنتيجة في إحدى الدول قرأت تقريرا الدول المتخلفة التقرير كان يذكر أنه العباقرة في هذه الدولة أكثر من جميع الدول الأخرى لكن لماذا متخلفة الدولة لا تنتج لا علماء لا مخترعين لا مكتشفين السبب أنه هذا عبقري لكن هذا العبقري يحتاج لطريق يسلكه حتى تتفتق قابلياته يعني لازم يكون عنده دراسة صحيحة وظروف مناسبة إلى أن يوصل إلى النتيجة، زين مدرسة في هذه الدولة في بعض القرى لا توجد، وإذا اكو مدرسة مستوى المدرسة والتعليم متدني جدا، وأيضا لا توجد مختبرات ولا توجد أدوات لكي هؤلاء العباقرة تتفتق قابلياتهم النتيجه شنو هو؟ هذا العبقري تموت عبقريته واذا به يتحول الى انسان عادي. انا شخصيا كنت في احدى الدول كان واحد من الذين نعرف أقربائه هذا في علم الرياضيات والحساب كان يدرس في الثانويه كان اول على البلد يعني كل سنة في الاختبارات يطلع أول على كل الدولة. فبعد فترة ترك الدراسة وشنو صار شغلته؟ صار شغلته انه اشترى بعض الحاجيات مثلا ملابس وما إلى ذلك وبسط بسطة بجنب الشارع وبدأ يبيع ملابس. نقل لي أحد الأخوة يقول المعلم في تلك المدرسة اللي كان يعلم الحساب والرياضيات اجى وكان يتوسل بأقربائه يقول هذا إنسان عبقري لماذا ترك المدرسة هل يستمر في الدراسة الجواب أنه الفقر العائلة فقيرة تحتاج إلى من يساعدها وهذا بهذا العمل انه يبسط ويبيع بعض الحاجيات يساعد العائله. فنقلوا لي ان المدرس كان يقول لو كان الامر بيدي لكنت اكلبشه بالكلبشه اجيبه الى المدرسه. عندما يكون النظام بخلل العباقره ايضا لا تتفتق قابلياتهم. حتى لو هو عبقري. اما اذا النظام كان نظاما صحيحا القابليات تتفتق حتى اذا الناس لا يكونون عباقره. ايضا تقرير اخر قراته حول الشعب الياباني ولهذا التقرير ان الشعب الياباني ليس شعبا ذكيا، يعني لا يصنف ضمن الشعوب الذكيه. ذكاؤهم عادي. لكن عندما صار النظام السياسي والنظام الاقتصادي ولو بدرجة ما، مو هو الصحيح المطلق لكن بدرجة ما فيه شيء من الصحة، يتحول الاقتصاد الياباني إلى ثالث اقتصاد في العالم، بحيث أن البضائع اليابانية يضرب بها المثل في الجودة، لا لأن الشعب ذكي، وإنما لأنه سلك الأسلوب الصحيح. بعد هذه الأمثلة نأتي إلى هذا الحديث. أنت تريد تعرف رب العالمين، مو معرفة رب العالمين تكون أنه أنت تجلس في غرفة وتقوم تفكر في ذات الله ثم بعد ذلك تصنع لك صنما في ذهنك وتقول هذا إلهي. لا يمكن ذلك لأنه هذا مو طريق حتى لو تكون عبقري. فلاسفة اليونان كانوا عباقرة جدا، انتم إذا تراجعون كتب الفلسفة، كتب الفلسفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الإلهيات بالمعنى الأعم تبحث عن الوجود بشكل مطلق. القسم الثاني الإلهيات بالمعنى الأخص اللي تبحث عن وجود الله وصفاته سبحانه وتعالى. القسم الثالث الالهيات بال... القسم الثالث الطبيعيات الطبيعيات تبحث عن الظواهر الطبيعيه لماذا تحدث الزلزله القوس والقزح هاي الظواهر الطبيعيه زين ذولا في القسم الاول اللي هي الالهيات بالمعنى الاعم يبحثون عن الامكان والاستحاله عاده كلامهم صحيح لماذا؟ لأنه انتهجوا المنهج الصحيح هذه الأمور التي تتعلق بالإمكان والاستل... والاستحالة هذه ترتبط بالقوة العقلية تفكر أنت وتوصل إلى نتيجة بالقسم الثاني اللي هو الإلهيات بالمعنى الأخص اللي يتعلق بوجود الله سبحانه وتعالى ظلوا ضلالا بعيدا لماذا؟ لأنه مو المنهج الصحيح في معرفة الله أن تجلس في غرفة وتفكر، لا، المنهج الصحيح أن الله سبحانه وتعالى أعطاك أدوات، هذه الأدوات يجب أن تكسب العلم بسببها وبوسيلتها عن طريق الوحي، يعني عن طريق الأنبياء. عليهم الصلاة والسلام. زين هذا الفيلسوف اليوناني قاعد في بيته، تصور ان هناك آلهة نوع رب النوع للحب رب للحرب رب للكوارث رب لكذا رب لكذا رب زين الله اعطاك عقل اعطاك فكر اعطاك فطره هذه ادوات لكن تحتاج الى علم العلم تستقيم من الوحي والوحي كلام لا يعارض العقل لا يعارض الفطره ذاك العلم انت حتى لو عبقري اذا تقعد في دارك بدون ان تروح تدرس النحو ما تتعلم النحو نعم الله اعطاك العقل اعطاك الفكر اعطاك الذهن لكن لازم تروح عند النحات تدرس النحو وتتعلم النحو أنت ما يصير تجلس في غرفتك بدون ما تروح تدرس الطب زين بأمور عقلية تجي تخلي قواعد طبية ما يصير لأن العقل أداة تحتاج إلى علم طريق العلم هو الدراسة أو التجربة فلذلك في الإلهيات بالمعنى الأخص ما يتعلق بوجود الله سبحانه وتعالى لأنه لم يأخذوا من الأنبياء صحيح عباقرة كانوا لكن ظلوا ضلالا بعيدا وقعوا في الشرك وفي كثير من الخرافات أما بالنسبة للطبيعيات اللي هو القسم الثالث الطبيعيات الوصول إلى الحقائق الطبيعية تحتاج إلى تجربة أنت تروح تجرب مو أنه تجلس في دارك في غرفتك تغلق الأبواب عليك وتفكر لماذا تحدث الزلزلة لماذا يحدث قوس وقزح مثلا بالنسبة إلى قوس وقزح هكذا كانوا يقولون بالتفكير لأنه ما راحوا يجربون بالعلم الحديث الطبيعي قاموا يجربون إلى أن اكتشفوا أن نور الشمس فيها سبعة ألوان أو ثمانية ألوان هذه مختلطة فعندما مثلا يكون مطر أو رطوبة في الجو أحيانا هذا المطر أو هذه الرطوبة تجزئ نور الشمس فلذا تشوفها بشكل قوس قزح مثلا هذا بالتجربه حصل اما قاعد في غرفته يفكر 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 وصل الى نتيجه هو عبقري لكن طريقه خطا كان النتيجه شنو هي عندما بعضهم كانوا يقولون عندما تنزل الامطار هناك موجودات غريبه من عالم اخر تاتي وهذه الموجودات الغريبه تكون بشكل قوس وقزح مثلا عندما نسمع الى هذا الكلام نضحك القائل في عبقري من العباقره زين شلون عبقري يقول هذا الكلام لانه اخطا الطريق في مسائل المعتقدات اصل المعتقدات العقل النظري هو الذي يرشد اليها يعني يرشد الى ان الله موجود الخالق موجود وانه محلى بالكمالات وانه منزه عن النقائص اكو امور هذه العقل يكتشفها وأنه لا بد أن يرسل رسلا ذال الرسل يعلموك أكو بحث آخر في بحث العقل من كتاب الكافي يبحث هناك وهو أنه عندنا عقل وعدنا علم العقل وحده ما يكفي لابد أن يشفع هذا العقل بالعلم والعلم وحده ما يكفي لا بد ان يشفع العلم بالعقل العقل مع العلم والعلم عن طريق الصحيح زين احنا الان نريد نعرف الرب سبحانه وتعالى عقلنا دل على وجود خالق وعلى انه كامل وانه لا نقص فيه وانه ارسل رسل زين اما التفاصيل اذا عرفنا الرسول ونروح ناخذ التفاصيل من الرسول. الرسول من بعده عيّن أئمة بأمر من الله سبحانه وتعالى، ناخذ التفاصيل منهم. والتفاصيل اللي يبينوها ما تتعارض مع العقل. هذا الفرق بين الاسلام وسائر الاديان. الاسلام الحقائق اللي يبينها ما تتعارض مع العقل، يطلب منك التسليم، يطلب منك التعبّد. بس ما في معارضة مع العقل. لكن مثلا تجي الى النصرانية يطلب منك التسليم بس كلامه يعارض العقل. يقول بالتثليث مثلا، اكو بعضهم هكذا يقولون، يقولون ان الله هو واحد ولكن في الوقت نفسه اللي هو واحد والعياذ بالله هو ثلاثة. زين هذا الكلام عندما تناقشه شلون يكون واحد هو ثلاثة؟ يقول هذا فوق العقل، لا هذا مو فوق العقل، هذا يعارض العقل. العقل ما يقبله. التناقض محال. احنا عندنا حقائق هي فوق العقل، العقل لا يدركها. لكن العقل ما يقول اني العلم المطلق، يقول انا ادرك بعض الاشياء وبعض الاشياء لا ادركها، انت اذا تجيب الان اعقل العقلاء. تقول له خلف هذا الجدار شنو؟ يقول ما ادري. نقول له أنت أعقل العقلاء لماذا لا تعلم؟ يقول العقل لا يغني عن العلم. نعم أنا لازم أروح خلف الجدار أشوف بعدين أقول لك العقل مقترن مع العلم لذا إذا انفصل العقل عن العلم يكون ضلال. العلم مقترن مع العقل إذا انفصل العلم عن العقل يكون سفاهة. فإذا التفاصيل تأخذها من الوحي لذا في هذا الحديث يكون التسليم أولا تسليم يعني أنت تعتقد بأن محمدا صلى الله عليه وآله هو رسول الله وأن ما جاء به حق من الله وتسلم له لا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا التسليم مو تسليم عمياوي مو اطاع عمياء لا اطاع عن علم انت تعلم بان كلامه حق فلذا تصدقه فلذا تسلم له الاطاعة العمياء يعني انت واحد ما تدري صادق كاذب كلامه صحيح مو صحيح تطيعه في حق او باطل هذه هي اطاعه عمياء. بالنسبه للانبياء لا التسليم هي اطاعه عن بصيره مثل ما انت عندما تكون مريض تذهب الى افضل الاطباء عندما يامرك بعلاج انت تطيعه ليست هذه اطاعه عمياء حتى لو ما تدري السبب يعني إذا كتب لك وصفة وأنت لا تعلم شنو أنه المرض شنو هو ولا تعلم شنو هذه الأدوية وشنو أثرها يمكن الطبيب هم يبين لك لكن لا تعرف لأنها اصطلاحات علمية لكن ما دام تعتقد بأن هذا طبيب وأنه أفضل الأطباء عندما تطيعه هذه ليست إطاعة عمياء هذه إطاعة عن معرفة عن علم هؤلاء الذين يذهبون إلى المستشفيات ويجرون العمليات الخطيرة عملية صدر مفتوح يشقون صدره ويخرجون قلبه مثلا يجرون عليها عملية عليه عملية ثم يرجعون قلبه يعني إنسان يسلم حياته بيد هؤلاء الأطباء لماذا هذه إطاعة عمياء لا هذه إطاعة عن علم لأن هذا متخصص خبير وأنت تعلم بذلك لذا تسلم أمرك له نحن حينما نعلم بأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول من قبل الله وأنه معصوم وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وأن الأئمة عليهم الصلاة والسلام عينهم الله وبلغ أسماءهم وإمامتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأنهم معصومون لا يفترقون عن القرآن نسلم لهم هذه إطاعة عن علم زين إذا سلمت أمرك له تنتقل إلى المرحلة الثانية تصدق في جميع ما يقول فإذا صدقته في جميع ما يقول بيّن لك عن الله سبحانه وتعالى بيّن لك المحكمات في القرآن بيّن لك المتشابهات بيّن لك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة آية متشابهة بيّن لك أنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير هذه آية محكمة بين لك مقامات ومناصب الرسول، بين لك مقامات الائمه عليهم الصلاه والسلام، بين لك حول المعاد، بين لك الاحكام الشرعيه، الاخلاقيات تصدقه في جميع ما يقول. اذا صدقته هنا تحصل المعرفه يعني حينما القران يقول لك ليس كمثله كمثله شيء، الله ليس كمثله شيء. والرسول صلى الله عليه واله بين لك المعارف التوحيديه، الائمه بينوا لك المعارف التوحيديه وصدقتهم فحينئذ عرفت الله سبحانه وتعالى. بالمقدار الذي يمكن لك ان تعرف لان المعرفه هي درجات ايضا. فاذا عرفت الله سبحانه وتعالى وعرفت الاحكام الشرعيه يمكنك ان تعمل بهذه الاحكام الشرعيه عقيدتك تكون عقيده سالمه عملك يكون عمل صحيح والنتيجة تكون صالحا. فإذا كنت صالحا استحققت الثواب لأن الله وعد الثواب للصالحين. أما لغيرهم فلم يعد بالثواب. لذلك الإمام يقول: إنكم لا تكونوا صالحين حتى تعرفوا أكو ناس يعمل لكن عمل باطل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قضى حياته في عبادة باطلة يتصور أن هذه العبادة تقربه إلى الله وإذا به بعد موته يكتشف أن عبادته باطلة ولم تقربه إلى الله سبحانه وتعالى وكانت بتسويل من الشيطان فلم يكن صالحا ولكن خسر الدنيا والاخره. انكم لا تكونوا صالحين حتى تعرفوا، ولا تعرفوا حتى تصدقوا. الطريق طريق المعرفه العلم، العلم طريقه منحصر في مسائل الدين بالاخذ من الرسول واله عليه وعليهم الصلاه والسلام. ولا تصدقوا حتى تسلموا كنا يسمع حديث الرسول صلى الله عليه وآله لكن لا يسلم هذا ما يصدق بكلام الرسول يقول أنا لازم أقتنع نقول أنت تعتقد بأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله إذا ما تعتقد خل نقشك في نبوته لكن إذا تعتقد لازم تصدق بجميع ما قاله اقتنعت لو ما اقتنعت لان كلامه مو مخالف العقل، انت لا تقتنع لانك مستواك العلمي متدني. مثل واحد يروح للطبيب. الطبيب يشخص مرضه ويشخص علاجه، يقول اني ما استعمل ادويه الطبيب الا ان اقتنع. زين أن اني مريض بهذا المرض، باي دليل اني مريض بهذا المرض؟ زين الطبيب يبين له. هذا الانسان لانه هو مو طبيب. قد لا يفهم كلام الطبيب كلام تخصصي يحتاج له إلى دراسة سنوات طويلة الطبيب يبين له ما يقتنع لأنه ما يفهم الكلام زين يقول أنا ما اقتنعت ما استعمل الأدوية وهو يتضرر ولا تعرفوا حتى تصدقوا ولا تصدقوا حتى تسلموا تسلم أمرك أبوابا أربعة هذه التسليم والتصديق والمعرفه والصلاح. هذه اربعه ابواب معا. الامام يقول لا يصلح اولها الا باخرها، هذه مترابطه. يعني اذا شفت واحد لا يطيع الله سبحانه وتعالى، يرتكب المعاصي. هذا الخلل في شنو؟ في انه معرفته ضعيفه. الخلل في انه تصديقه ضعيف. الخلل في أنه تسليم ضعيف لا يصلح أولها إلا بآخرها ظل أصحاب الثلاثة يعني إذا واحد أخذ ثلاثة وترك الرابع هذا الظال لأنه في الواقع لم يأخذ بأي واحد منها يعني إذا هذا الإنسان اللي يرتكب المعاصي يقول أنا أعرف الله نقول لا لا تعرف الله أكو بعض الناس يرتكبون المعاصي لما نقول ليش ترتكب المعاصي يقول الله كريم زين هذا لم يعرف الله سبحانه وتعالى صحيح الله كريم لكن الله حكيم أيضا صحيح الله سبحانه وتعالى كريم لكن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب أيضا إذا واحد يأخذ الصفة ويترك بقية الصفات هذا ما عنده معرفة ظل أصحاب الثلاثة وتاهوا تيها بعيدا هذه كمقدمة ل بيان وجوب الاخذ عن الرسول والائمه بس ان شاء الله بقيه الحديث نتركه الى حلقه قادمه هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين